السلام عليكم خوتي الزول، تحية كل شاب زايري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أورون في ناك دي زد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خوتي خواتاتي، ما تنسوش بارتاجوا الفيديو تاعنا ودونا بيتي خوتي باش تفاعلوا ان شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. خوتي اليوم حنتكلم على أمر مهم ومهم جدا، هو على محيط الفيدرالية، على الأزلام التي ما زالت تحكم بأحكامها، على أمور لا تطاق، على أمر جد خطير حصل بين المناجر الوهمي، الزلم القوي لزطيوش واموره. هذا اللي كان هو العلبة السوداء لزطيوش، الذي سب الجزائريين، الذي هدد برحيل الكوتش بالماضي، الفيديو راه كاين، اللي هدد بالفيفا، هدد بعدة امور، ولكنه ما زال باقي في اللفاف وباقي بقوة. كان امور غادي نوضحها لكم، خاصة أمر خطير وصل بهذا الإنسان أن يسب رمز من رموز ملحمة أم درمان. من هو صانع ملحمة أم درمان؟ هو عنتر يحيى. قام بأمور بيزار، على ما درجة الأمور بالمقلوب. حنفضح الفساد تاعه. من نفضح الفساد تاعه خوتي، نبدوها بأول حاجة. هذا الانسان قال من يروح زطيوش نروح معه، التسجيل راه موثق وكل الناس سامعه به. نعاود نسمعوكم قنوات خاصه وكاع بسونسون سي نورمال كو هسه قلت لي هنا الشيطان يتخيل، والله ما لعبش الشيطان خبر بيه. حنا انا نقولها لك من هذا المنبر، انا كمانجير فريق الوطني ولا تسميوني واش حبيت، انا مع خير الدين زتشي. يمشي خير الدين زتشي نمشي معاه. راك تقول لي نمشي مع الجزائر؟ لا سامح لي، نمشي مع خير الدين زتشي لاني على بالي وقانع باللي الشخص هذا خدم للجزائر ويخدم للجزائر. جميل. هالناس احد اخرين ما يخدموش الجزائر؟ ما يخدموش الجزائر، نقول لك ما يخدموش الجزائر. ناس واحد اخرين، سامحني حكيم. خويا ياكلوا فينا يا خويا، وانت شام دخلك؟ وسلطات كذاب، رجلو كونترول عليا انا، راك تخلصني من جيبك. يا والله والنظر مرضك. انت تمرضني ساعة. شوف انا نضربك، شوف نريفورميك 100%. ريفورمي خويا. هذا صاحب المقولة قال هذا الكلام. للأسف من مصادرنا الموثوقة، هذا السيد تهجم على صانع ملحمة أم درمان بالهاتف، بالأسماس، بالرسائل النصية، وصفه بأوشع الأوصاف. مصادر المعلومة من جاتني خوتي، رحت تأكدت من كل مقربين من عنتر يحيى، أكدوا لي المعلومة، قالوا لي وي منها الهواري أسوبوا، قال لك وي. عند نهاية التربص على المنتخب الوطني في نهاية الشوان، عندها القضية، عندها 3 سومان كانجور، وأنا الله غالب ما كانش عندي أموري، خدمة تاعي، الوقت ما كانش عندي. اليوم غادي نقول لكم واش الفساد اللي داره، واش تهجم على عنتريه. هل هذا وصل به الامر ان يتهجم على عنتريه؟ يا خوتي قسما بالله، وصل له اس ام اس قال لها غادي نجي ندير لك وندير لك وندير لك، سبوا بواحد السب اللي لا يطاق. الرسائل راهي عند عنتريه، اللي عنده علاقه مقربه مع عنتريه يروح يوري لها الرسائل. وصل اخر اس ام اس واش قال لها خوتي؟ قال لها غادي نهبط لك البولوغين ونحي لك السروال. هذا الحشرة، هذا الفوايو يوصل باش يقول عنتر يحيى هذا الكلام. انا عنتر يحيى ماغري انتقدته مرة، انتقدته على جال مين بدا يقرب من ازلام زتشي وخاصة جماعة الشيشة، وتمنيته يكون مناجر المنتخب الوطني، لانه لو كان عنتر يحيى مناجر المنتخب، عنتر وي يستاهل مناجر، اعطيه 100 ولا 200 ولا 300 مليون يستاهل مناجر، لانه لاعب عنده تاريخ
ومحترف وعنده 7 لغات وهذيك، وتمنينا يقعد ماناجر للمنتخب الوطني، من بعد يدير موندا، من بعد يروح رئيس الاتحاديه مرحبا به. ما حبيناش يجيب التليفون، وهو استعرف مع التالي استعرف باللي داروها به. وبعد وقع اللي وقع، كيفاه تنحى، كيفاه هذاك المستشار تاع الرئاسه، هذاك البي تي جي تاع السيبور، كان هو في لا بون فوا، عاود تعكس كلش بلا ما نرجعوا للماضي. الكل يعرف، وعن طريقه هو اللي يعرف من تسبب له في عدم رئاسته الفاف. فوالا خوتي، هذا سائق الحافله يوصل يتهجم على من؟ على أم درمان، على السيد مركبيت اللي زهق على الجزائر، وانت واحد منهم يا فوايو يا سائق الحافلة، انت واحد من هاد الناس اللي خرجت وديفولي ذاك الوقت، خرجت وقعدت تتزمر تقول وان تو تيف لاجيري، كنت تحلم باش تتلاقى مع انتر وتتصور معاه، وانت كنت مجرد شائق سوق في الطيوطة في بارادو، توصل دروك انت يا تتهجم على عنتر يحيى، مي سي با نورمال، هذه الدنيا رجعت بالمقلوب. عنتر يحيى تشاولا لاعب مقدم للكره الجزائريه ما قدم، وتمنيته انتقدته من قبل اليوسما، قلت له يا عنتر ماشي النيفو تاعك اليوسما، هذه بطوله منحرفه، هذه امور منحرفه، غادي توسخ روحك، راه وصل ولو يسبوا لي سيبورتا تاع اليوسما، ولو يديروا له، ولا دخل في لي كلون تاع لي جوار تاع لي ماناجير، طاحت مني ديك النهار افا تاع واحد ماناجير من خنشله ولا سي با من الشرق، تاع داك الجوار تاع غانا، اتصل بيا داك الماناجير عطاني عده حقائق، قلت له شابه يقول والله الوقت ما عنديش باش نفضح ديك القضيه، من بعد بلاف خلينا منها، ولكن من نقول للمحسن احسنت ونقول للمسيء احسنت. شكون انت باش تنتقد، باش انت تطيع العنتر يحيى، تطيع لاعب دولي قاري، انت ابن مجاهد، ابن صدرات تاع شرق البلاد، انت يا شيات نيميرو ان تاع مات الملك عاش الملك، طيح العنتر يحيى اللي كاع الناس تحتار مع عنتر يحيى، رمز من رموز الكره الجزائريه، احببت ام احببنا ام كارهنا عنتر، يجي هذا الفوايو ويجوا الازلام الزطشيه والشياتين تاع لي ريزو سوسيو يقول لك والي اللي ما يهضرش يقول تو فابيا، انا ما نقولش تو فابيا باسكو نتوما تشيتوا هذا الانسان، بصح يجي وقت نتايا كيما تحقر في التراريس، درتها لي انا في لاكومبي، درتها لزرواطي، درتها رفيق واحد، درتها شحال من واحد في ليك، درتها هذاك بلال بوزيدي تاع ليون تي في، هذا خاطره في المنصه الشرفيه من جيتو من تونس، ونزيد عن طريق حياة طيح لها، ومازال نطرطق لافير تاع الاودي، دوك لاق وقت ما قدنيش ما نطولش على الناس، من بعد ندخل في الفساد تاع الاودي وتاع اللوطو اللي تكرا تاع موريتانيا وكذا وكذا وكذا، ودروك قلبها شي تاع عمارة، ندخلهم كيف راه قلبها شي تاع عمارة سون بيتي، عمارة تقول ديفوندي على عمارة. شفتوا خاوتي المستوى وين راه، هذا مازال قاعد في المنتخب الوطني، مازال قاعد في سيدي موسى ويدير كارو هاكا ويخرج كرعه ويدخل لطو سيدي موسى في الشاطو تاع سيدي موسى، ومازال يحكم بحكامه، وواحد ما طاق يمسه بهذه الطريقة. عمارة الفاف داخل في حيط، وغادي يربي معارضة كبيرة، لأنه لو ما صفاش هذا عمارة، لو ما صفى ما قال نصفي، قال في خطر اللي فات نصفي، ما صفى والو، ما صفاش الأزلام، داخل في حيط، غادي يصير له أكثر من زطيوش للأسف، قلبها غير لي فواياج لي سيلفي، وحنا وانا فاهمين داخله بعضها. من رشح هذا يطيح كاع الناس، يطيح كاع لي باج، هو الازلام الزطشيه، ويخدموا كيما يبغوا، وعبثوا فسادا ومتخبين وراء المنتخب الوطني. الزطشيه راه دايره الاذن تاعها، كل الازلام راهي باقيه، كل الازلام راهي باقيه انتوشاب، ويجوك الناس يقول لك ما تحكيش خليهم، المهم اللي كي الناسيونال تربح، خلي الفساد في الفيدراسيون، خلي الفساد في الكره الجزائريه. الله يدل لكم هاد العباد، هاد العباد اللي هم باغيين هالسواح، نقول الله يدل لكم يزيدكم دل على دل، لو تمطر السماء حريه يخرج العبيد المظلات لوقفها. وبسبب هذه الفئه، هاد الشرذمه، الجزائر ستبقى في الحضيض الى يوم الدين، لانهم ما يبغوش الحق. بصح الحمد لله احنا ربي ينصرنا، باسكو كرشنا ما فيهاش التبن، واللي عنده جران فاسد ضدي في الكرة الجزائرية يجي قابلني.
مشي بلا بلا ويخرجوا المداحات يطبلوا يطبلوا. كاين واحد المداحات خرجوا واحد المداحات انت قصدك قصدك المداحات يطبلوا مداحات والخرشوف خارجين يهضروا على على واحد خاسر دراهم كبار عليك يا ناصر اعوذ بالله من قولتنا يعاودوا يروحوا مالكم التاريخ لن يرحم. سنبقى لكم هنا باذن الله حلقه هنا في الشوكه الحلقه نجيب لكم الرقاد ان شاء الله. تحيه لكم خاوتي وما زال زيدوا نفتحوا الفساد ما تخافوش خاوتي الفساد نفتحوا الى يوم الدين ان شاء الله. السلام عليكم.